السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض طبق مكرونه كده سهل وبسيط، وهقول لكم رايي في المكرونه اللي انا جربتها النهارده بكل صراحه. هنا كده الطبق ده معلهوش شطه، لكن الطبق ده كده رشيت على وشه شطه علشان اللي بياكله بيحب الشطه جدا، بيحبها سبايسي. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف الفيديو بتاعنا هيبتدي بايه. بس اللي اول مره تشرفوني في القناه لايك وكومنت منكم حلو، علشان دايما يشجعني ان انزل لكم فيديوهات. قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ومعايا الميه هي بتغلي، هحط كده عليها معلقه من الملح علشان خاطر اسلق المكرونه فيها كويس. طبعا بترجع لكميه المكرونه اللي انت هتستعمليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم كده طبعا مش هسيبها علشان خاطر ما تتعجنش في قلب بعضها. هجيب معلقة صغيرة كده وهبتدي ان انا ايه افرطها من بعض. اهم حاجة علشان خاطر المكرونة اول 3 دقايق لو سبتيها هتبصي تلاقيها بتتعجن في قلب بعضها كده وبتلزق في بعضها، فمش هتبقى ايه مستحبة في التسوية. اغطسها بس كده كلها الاول في المية. مش هحط فيها زيت في المية كده الزيت، علشان كتر انا هطلع المكرونة ولسه هسبك في نفس الحلة، فالزيت اللي هحطه هدهن به المكرونة، مش هينفع احط زيت عليها، لاني كده كده اساسا الزيت اللي بيتحط في الحلة بتاعت المية الزيت بيقوم على وش المية، المكرونة ما بتستفادش بيه نهائي. اهو انا حساها محتاجة شوية من المية المغلية، علشان كتر المكرونة حساها هتشرب مية كتير، علشان حجمها تكين شوية عن العيد. يعني المكرونة الاسباجيتي بجيبها بتكون رفنعة، لكن انا المرة دي جبتها سايبة فحساها ايه تخينة شوية، فحساها تشرب مية. فطبعا في الخطوة دي هنعمل ايه؟ طبعا مش هينفع نحط مية باردة، لان لو حطينا مية باردة احنا كده بنعجن المكرونة وبنبوظها. فبسرعة بسرعة كده خدت مية سخنة من الكتل، قصدي حطيت مية في الكتل وحطيتها تغلي بسرعة كده، وهنزل بيها على المكرونة. حتى بصوا النوع دوت عمل نشا قد ايه في المية، مش حلو الصراحة النوع دوت. يعني انا في العادي بجيب اكياس، بدون ذكر بقى اسماء، بجيب اكياس بتكون حلوه، انما المره دي قلت اغير كده واجيب اللي هي السايبه، اما اشوفها تبقى حلوه ولا لا. بس الصراحه كتجربه ليها مش حباها، لاني لقيتها منزله كميه نشا كبيره.
كده. شايفين النشا اللي نازل منها قد ايه؟ شايفين كمية النشا اللي موجودة في المية؟ في حركة بقى هعملها في المية بتاعت المكرونة دي، بس ايه لما المية الاول تغلي مني علشان ما تبقاش المية نقصت والمكرونة تلزق في الحلة. انا طبعا كنت بدق الثوم كبشة كده، وهاخد املى حوالي كوباية من مية المكرونة دي. هوريكم دلوقتي هعمل بيها ايه، بس ايه انا حبيت ان انا املى الكوباية دي قبل ما احط المية ايه الجديدة. شايفين تقيلة ازاي؟ عاملة زي مية البليلة، فيها كمية نشا رهيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بجد فيها كمية نشا، بصوا الكبشة فيها كمية نشا جامدة جدا. علشان كده بقى انا ما بحبش المكرونة اللي هي الطيبة إيه، عشان كده بصوا النشا اللي نازل منها قد ايه. وغير كده كمان خدت وقت في التسوية، يعني غير ان هي منزلة نشا كتير واخدة وقت كتير جدا في التسوية. فضيت المكرونة صفيتها وشطفتها، بس عايزة اقول لكم ما عجبتنيش خالص، يعني النتيجة ما رضتنيش نهائي. شربت مية كتير، وغير كده كانت مليانة نشا، يعني كانت مليانة نشا غير ان هي لزقت في الحلة، فلا مش حلو. وخدت سوا ونزلتها من الحلة وهي برضو لسه ما استوتش جامد. هنا كده زي ما بعمل الصلصة بتاعتي المعتادة، معلقة من الثوم على حبة كده من الزيت، وهبتدي ان انا ايه احمر فيهم كده. الطماطم بتاعتي ضربها في الخلاط كويس جدا، وبعد ما ضربتها في الخلاط صفيتها في مصفى علشان خاطر اشيل التفل منها، لان ما بحبش الطماطم بتاعت المكرونة بالذات يبقى فيها تفل، بحبها كده تبقى ناعمة اهو كده. هتشها كده بشوية من الخل، بعد كده هنزل بالطماطم والكوباية بتاعة مية المكرونة اللي احنا احتفظنا بيها، معلقة الملح، رشة صغيرة خالص من الفلفل الاسود،
رشه صغيره برضو من الكمون. نص كده مكعب مرقة فوري. معلقة السكر. شوية شطة لو حباها سبايسي، مش حباها سبايسي تقدري تستغني عن الشطة تماما. ودي تتبيلتي في المكرونة، هسيبها تتسبك، وبعد ما تتسبك هقلبها وهتبقى بألف هنا وشفا. كده حبايب قلبي الفيديو بتاعي انتهى، اتمنى يكون عجبكم. لو اول مرة تشرفوني في القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبرده نصيحة مني انا، المكرونة السايبة مش حلوة، فده رأيي، انت رأيك ايه بقى؟